السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بتكلم عن برنامج درو، وهو أحد سلسلة برامج الليبر أوفيس، اللي هي برامج المكتب. طبعا برامج المكتب موجودة عندي على القناة، ممكن تدخل تشوفها، اللي هي برامج الليبر أوفيس. خلنا ندخل على برنامج درو ونشوف مميزاته. طبعا البرنامج خاص بالرسم، تمام. طبعا ممكن يفيد بأكثر من شغلة للرسم، هو مو بس بشغلة انه رسم بس، يعني لأنه في بعض الأشياء ممكن انك ترسم كتب الكترونيه، فممكن تسوي كتاب الكتروني لانه هو فيه ميزه تصدير الملف الى بي دي اف، بحيث انك ترسم او تسوي ملف بي دي اف كتاب الكتروني وتحفظه بشكل بي دي اف، سهل للرسم نفس الوقت، فيه خصائص كثيره مفيده. خلونا نصمم صفحتين نشوف وش مميزاته. بنصمم مثلا غلاف كتاب الكتروني ومحتويات بعض الكتاب. خلينا نشوف. بسم الله. في متاحه تجي اللي هنا للاشكال، فممكن تختار لك شكل معين من هنا او اللي تبي. طبعا معين اقصد حد ذاته، مو بشكل معين. هذا مستطيل مثلا، حابين نسوي شكل المستطيل هنا. تشوف هنا هذا الحد، فممكن تعدل حد المستطيل من هنا. ايضا اللون، ممكن تحط لون واحد بحيث انه يكون لون اخضر مثلا، او لون مثلا رمادي. ونفس الوقت في الوان متدرجه، فممكن تختار الوان تدرج، في الوان متدرجه جاهزه زي ما انت شايف. فخلونا مثلا نسوي كتاب عن الفيدورا. فالفيدورا لونها ازرق بابيض. فممكن نسوي ظل بنفس الوقت، زي ما تلاحظ انه الحين صار في ظل عندنا هنا. طبعا ممكن تلغي الظل، ممكن تفعل الظل عن طريق الزر هذا. طيب عندك الزر هذا خاص بالكتابة، فتضغط على الشكل الأول وبعدين تضغط على الزر هذا، بحيث يصير عندك الإمكانية تكتب بالشكل، يصير النص مرتبط. فممكن نكتب فيدورا 17 is coming. اوكي ممكن. طب خلصنا الحين، ممكن نعدل الخط من هنا. ممكن نختار خط مختلف. طبعا لازم التظليل قبل ظل المنطقة اللي حاب تعدل لها الخط. فيها اكثر من خط، فخلونا نختار خط انجليزي. اوكي يعني ممكن من هنا ايضا نعدل لون الخط المنطقة هذه، فبنخليها ابيض. ايضا نشوف اذا في امكانية نسوي تأثيرات ثانية. طبعا هذا للتكبير المباشر والتصغير المباشر من هنا. ممكن نسوي اعرض شوي، ممكن يصير مايل حسب اللي انت تبي. طبعا هنا بنسوي ظل النص بحيث انه يطلع بشكل مناسب. لاحظ الشكل، قبل شوي ما كان بالشكل هذا، كان بدون ظل، كان باهت اللون، لكن بنسوي ظل علشان نعطيه يعني نظرة. اوكي خلصنا من تصميم العنوان مثلا. بنسوي مثلا منطقة هنا خاصة بالكاتب، فممكن نختار شكل ثاني. فممكن نكتب هنا برضو تدرج. ما ينفع احمر، خله ابيض. اوكي ممكن نكتب برضه بنفس المكان هنا، طبعا نفس الطريقة. نكتب مثلا تأليف فلان الفلاني او عبد المجيد، برضه بنفس الطريقة. تظلل اذا حاب تعدل النص، نحط لون ابيض، نغير الخط الى خط افضل شكل. ايضا بالمنطقة هذه ممكن برضو نصمم شكل ثاني لل او نقاط معينة. فممكن نقول افكار وتلميحات مثلا. طبعا الافضل اننا نضغط هنا علشان يصير اللغة العربية، فنكتب افكار وتلميحات حول توزيع فيدورا 13 القادمة. نفس الطريقة اختار خط العربية.
ما ادري ليش ما يبي يطير الخط. عموما عندي مشكلة معينة، حطينا النص هذا هنا، خلصنا مثلا الصفحة هذه، ممكن نحط الصفحة الثانية. طبعا من المنطقة هذه نضيف صفحة جديدة، ممكن هنا نسوي محتويات الكتاب. فأنا نسوي طبعا في أشكال كثيرة، لو لاحظت إنه في هنا في مثلا الشكل هذا، فممكن نحط الشكل هذا ونكتب تدرج. فممكن نكتب مثلا، طبعا لو تلاحظ هنا فيها رسم المنحنيات، اللي حاب يرسم منحنى راح اتكلم عنها بعد شوي. نكتب مثلا المحتويات، نرسم شكل لنفترض الشكل هذا، نفس الطريقة. أول شيء مثلا تحميل النظام، حلو. بعد تحميل النظام مثلا نسوي دائرة، انه الحلق على قرص. من خطوات تحميل النظام بعد ممكن، وين راح؟ استخدام USB. ايضا فيه ميزة حلوة هنا اللي هو التوصيل، فممكن من هنا نوصل الشرائح ببعض، انه خلاص هذه توصل بهذه وهذه توصل بهذه. لحظة، فمع التوصيل خلاص صرنا هذه نظام واحد، انه لو انه متيهن صار متواصلات مع بعض، تمام. خلصنا مثلا. طبعا انت ممكن تكمل الخطوات نفس الطريقة هذه، ممكن تكتب نصوص، ممكن تسوي اللي تبي. بالنهاية حابين نصدر الملف بشكل PDF، تمام. فطبعا الافضل انك تترك الاعدادات الافتراضيه مثل ما هي، ونسوي تصدير. نختار مكان الحفظ ديسكتوب، اسميه مثلا فيدرا 17. سي الان راح يكون عندنا الملف بشكل ملف PDF. طبعا ما ادري ليش صار. اوكي، هذا الملف لو فتحناه الحين راح نشوفه بشكل ملف PDF مثل ما انتم شايفين. طبعا الصور ممكن تسوي له تحسينات بحيث تطلع شكل افضل من الشكل الحالي حسب اللي انت تبي. طبعا هذا حجم الكتاب كبير، فممكن نحن نرجع حجم الكتاب للشكل الافتراضي اللي هو تقريبا بالشكل هذا. الى هنا انتهيت، شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.